شاء الله. عشان كذا اقول لك انا بخلص الجروبات، لان الروتيشن تعتمد على الجروبات. بخلص، انتظر بس الدكتور يقول لي اوكي عشان بس اخلص الجروبات. انا جاهزة عندي بس استنى الاوكي. اوكي يا هيمو، دي بتعمل ايه؟ يا عمي تعلمت اكسل وتعلمت اسوي اشياء بالاكسل ما عمري تعلمتها عشان اسوي الجروبات. الله يقلعهم. انا والله ودي صراحة اجرب اصير ليدر، بس عشان كذا السكيلز دي الزايدة. والله شوف اكون صريح معاك، يعني تعلمت اشياء كثير مرة. او شيء قاعد تاكل؟ برتقال الله الله، fucking delicious. شوف شغال البث زين عزوز خليني اشوف. ولا انت وياه تحرك البث حق يوتيوب؟ اي يوتيوب ما ادري والله. انا وصلت عزوز، وين انا قاعد احمل بالفرونت الجودة راح توفى. فيديوز ارجال كذا كذا العب بس. والله اوضح ترى مرة شوفه زين. ادري اوضح بس قاعد احمل بس فرونت الجودة راح توفى هناك باليوتيوب. في البث توني اسمع ترى اوضح. هو لا هو يتأخر البث، هذا مشكلته. بس واضح يا صوتي زي خرا. صوتي سيء. كيف طيب انا؟ طيارة. زي ما هو. طول عجوز. الو. اوف والله اتذكر. ابغى ذا يموت التبن اللي جنبي. اقلقني. ايوه. يلا نبدا نفس التكتيك. وين الغالي؟ بنتين ولا دارك سولز؟ الله حلو. ما مداني. ودي كذا اخوي الشاشة حقت البي سي كذا اشيلها وانسدح السرير. الله، هذا اسمه لابتوب من اخوك. ولا كذا الشاشة تطير بالهواء تتحرك وانا ما اروح انا. عاد هنا عجز تمام صاير. مين دخل؟ ناصر؟ محد دخل. برجع اسولف، خلينا نذبح ذا لانه مره يقدر يقطع راسه. ايوه باقي خمس رؤوس. بسألك ركان، شو الابلكيشن امبوس؟ ها؟ امبوس ايه؟ حلو مرة. كيف؟ صدق ذكرت اني اخذ اشتراك حقنا اللي معطيني اياه الجامعة. اعطيكم اشتراك؟ ثلاثة شهور مدري شهرين. بس؟ يمكن يمددوه. تجربة. بلوك واحد. لا 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 تموت. اوف. والله انا كم حظوظ. نزل راسك الآن، نزل راسك وريني. هاي نزل راسه، لازم اجيب في المويه. نزل لي راسك يا احمق. بم، اقطع راسه. اللي بعده اقطع اقطع. بذبح الكريه ترى، والله وسخ ذا الكريه. اقطع وخش. المنطقة ذي كل ما تمر فيها يضربك. ايوه وريك، خليك يجيك ديسفانكشن يا كلب.
لعن أم التشكيل القوي. كيفه؟ للأسف الحين في كروس بلاي باللعبة ذي. وشو؟ كيف لا؟ هاي يعني بس قاعد تلمح حقين البي سي. يب خير عن ام الفيفا يا اخي زلك. يجيك يكتب لك يقول لك البنك 16 ايرن دي الرقم بس الكل كذا. تخيل تخيل كذا فجأة تقعد ماسك الكورة وفجأة تطير الكورة تلقى هدف مرماك. تلقى الرجال قاعد يلعب وانت واقف. الحين من جد تدري خالد فتح حساب ميثانز ولا بس كذا طقطقة؟ اتوقع طقطقة ايش تبي تصبر فيه؟ مشعر مشعر المليان يا اخي صدق بعرف اللي يشترك هذا باللي فهم شيء اسمه اي بيض حرفيا اي احد يدفع فلوس على بورن ولا شيء كذا هي تخلف يعني يعني ايش الله حادك يعني في 100 واحده غيرها يعني ما ادري هو انا اتوقع انه هو فتش تجاه احد معين عرفت كيف هو الغالب فتش بحبها والله اوكي السم كذا تحس انه واحد يحس كذا بشيء تجاه واحده يا اخي شيء غريب كنت تشترك موقع فورن ولا اوني فانز ولا شيء كذا خربطه هذه غريب مره مرة غريبة انا قاعد افكر فيها قاعد وات افكر انا حرفيا كان مسوي حساب فورن هاب عشان يكتب الكومنتات اي والله ترى الكومنتس حقتهم تضحك صادق والله صادق والله ضحك ايه ما عمري شفت كومنت في سب ريدت حق كومنتس بس صادق ايه يعني يضحك اكثر من يوتيوب مرة جدا جدا حرفيا ابراهيم هورني كوميديان تعرف؟ جوي جوي نزل راسك من الكلب اقطع خليك ديسفانكشن يا حيوان تروح يورولوجي احس بقصدك على الكومنتس لا قلت الشي نزل راسك اقطعه السؤال ابغى اي راس بالضبط كل شوي براسي بعد ذا من ال عزوز تقولي محاضرة واحدة عندك اليوم؟ لا والله كانت عندي أربعة آخ بس سبعة محاضرات عندي اليوم سبعة كذا آخر محاضرة كذا وقتها بعصة ستة ونص كذا تخيل ستة ونص المغرب ركان ليش دكاترة المستشفيات التايم عندهم احترام الوقت صفر؟ دكتور يا اخي احترام الوقت صفر يقول لك يلا بجيكم بعد 5 دقائق يجي بعد 45 دقيقة اوف احلى شيء خنيف اقسم بالله العظيم زقان هذا راسك كل شوية كل شوية جوالاتهم تدق اي لا اقول لك حنا الكوردينيتر بالله خليني اذبح ذا ترى منرفز بس خليني اسولف معك بس متحمس والله مو متحمس نرفز ابا يموت مردها والله ارو ارو ولا هذا فلاش نقي يا العزيز Yeah.
سنايبر بولت عجيب. اجيب ريحته اجيب ريحته العب. وش الكروس بو ذا؟ ايش دمج دمج اكثر. في ديمونز كاتاليست وش ذا؟ وريني قوتك. ديمونز كاتاليست والله ما يدكس ديمون كاتاليست. والله ما خير رجال جرب بس. You can't afford bitch. انت الفورد انا الدوج. عندك المونلايت اذا عندك جرب جرب سيف. ايوه يا الله حرام عليك يا سون. بس ده اللي عندك يا مطفر. شو الفنتر الخايسه تحمس على طول يبي يسب. اي راشفورد كان متقدم علي 3-0 صرت الحين انا 4-3 مو بعدي. يا هطف تلعب دارك سولز ما عندك من لايت يا رجال من زينه. عندي دراجون توث يا بيبي. والله قبيح. اوه زق كمان. ايش انت قاعد تلعب بي في بي ولا بي في اي؟ ايش قاعد تقول انت؟ استوريا ستريت قول له يجي ترى شايفينه. ايش شايفين الحثال هذا؟ حاسب نفسه بخ. شايفين حاسب نفسك مخفي صح؟ واو دمج مره شنيع. ها؟ انت راك الحين دغدغه حرفيا. هيبي بولت يلا يا راشفورد يا سلحفاة كاس كمان. ارجع 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 يا راشفورد روح يا راشفورد يا سلحفاة والله سلحفاة اقسم بالله. بنسدح سرير بيت موت يرحم امك خلاص. ما يبي اخش شوف حرفيا ما في باقي الهيلث بار. وين الهيلث؟ هذا هو مات اخيرا. دارك دس دسك كراون رينك ذا فوكس دي ذا فوكس دي ذا فوكس دي نو انا بركات تام بري. انت عندك سنن خاتم من هافل؟ ايه لابس الحين. حط احسن واحد. ايش الصوت؟ روح في صوت مخيس. حط احسن واحد. ولا انت حاط احسن واحد؟ انا حاط يا اخوي احسن شيء. ابغى بوم فاير. انا قصدي انك لبس اللي قتلته. لا لا مو مخيس مخيس استهبل حق شو اسمه سورسري. ما ابغى سورسري يا حمار. حق هافل لا بس حق هافل ما تشوفه يا احمق. هذا هو. انا اقول لك ما مو دارك سول 3 يعطي لك بلس. لا ما في هنا ما في ما في واكتشفت ما في فاست ترافل. كذاب. يب يا كيف طب ترجع لاماكن برجلك؟ والله خياس. الله يا مفكر ضيعت بلانتي. انا صراحه بعض الاحيان لما افكر بالمصطلحات العربيه بلنتي جايه من بينالتي اقول اوكي. ايه سلندر سرندل
سرندل يقهر سرندل يقهرني اللي يكتب سرندل خاصة حراج حراج ثمانية سرندل متخلفين عايز لايكي واحد ثمانية سرندل عندك كم سيارتك سرندل؟ اه ابعد عني يا خنيق تيك مي اون ديت قبل ما تخازقني ابراهيم سام لو خشيت البث حق ركانة الديسكورد راح تقدر تعدل البكسلات ادخل يا اخوي حق يوتيوب يا غبي يا ابني قاعد اقول لك هيدا حمل بث فرونت ما في فايدة اذا اخذت يوتيوب ولا ديسكورد الجودة راح تكون زك اني قاعد احمل لعبة جرب طيب غبي اسكت اوكي اوريك مت ما ادري تخيل تموت بشجرة اوكي خلاص يا حمار I give you that يا عند يا اخي اكتشفت ان فيفا تخليني اطلع اصوات غريبة ها؟ والله اكثر لعبة تنرفز على وجه الارض فيفا ما لعب دارك سولز اقسم بالله شكلك شكلك ما لعب دارك سولز نرفز نرفز مو لا انت تدري شي نرفز اذا جاء عليك هدف المعلق يطقطق عليك هذا ينرفز مرة والله مرة يا متخلف يا سون الاسيوي الزقة اوف 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 الله يقلعك يا ماكسيما اذكر في واحد هنا على الحافة وشو؟ امش قدام مين؟ تلاقي وش؟ اي امش قدام في واحد هنا بنت لا واحدة وش؟ اوه جو ذول مع السلامة يا اخي بكسلات يا اخي في واحد هنا ام بي سي يمديك تكلم تحت هو في حق ال شو اسمه الدي ال سي اتوقع هذا باخر شيء قبل ما اذبح جوين لا ما يدخلها الا عن ام الفكك تعرف الشيء الوحيد اللي مو بإميرسيف بدارك سولز؟ وش؟ سلالم سلم يجيك كذا تعرف بيلد كواليتي حق واحد مصنوع السنة الماضية تعرف؟ محطوط بغابة نت بيكينج يعني بس اويلي 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 يا قبل الشنشلة انت الشنشلة يا اخي اشتري واحد تنشله؟ اي غالي و صعب انك تربيه هنا ليش صعب؟ تنشله هو الجرذي ذا ما ادري تنشله صار جرذي حرام عليك يو البس الخنيته ذي حرام نايس زين نقول لك شوف شوف البس الكيوت ذي والله والله انك ما انت كيوت بس ايش يا ابن حلال يعني شكله ينطنط كيف ذا؟ ما اشوف غير مربع يرقل يرقص ويركض يا كتكتي يلعن شكلك باد كتي باد كتي طيني روح اللي يبي النظر حق ينقص يدخل بثك قلت لك افتح يوتيوب غبي مشكلة من ديسكورد مو بس من نتك كبات كبات حرام حرام هنا في سيت واحد مركان لا البسس
كيتي كيتي يا خنيفة. قاعد تشوفه من؟ ايه بني ما اشوف غير مربع يركض. اوكي مربع كبير يركض. اطلع طلعت روحك طلعت روحك. سلم سلم اخ. يا حيوان يا شيخ. نلعب زكا. كل شخص يلعب فيفا اسمع يقول دقيقة وشو؟ تقول ايش؟ شيخ خلينا نلعب ذي اللعبة. انا اذكر في بون فاير في مكان وبعد ما يقولون كذا يكملون 20 جيم زيادة. ايه لا يشتري 20 لعبة زيادة 20 سنة قدام. تدري في حاجة اسمها سكيل ريتنج تمام؟ هذا سكيل ريتنج على حسب كم السكيل ريتنج حقك تدخل انت ديفجن تمام؟ كل ما في 10 ديفجنز كل ما صار ديفجن اعلى يعني في الرقم عفوا اقل في الرقم يعني انت افضل. عرفت كيف؟ اوكي المشكلة ايش؟ انك تفوز مباراة يعطيك 15 بوينتس تمام؟ يعطيك 10 بوينت. تخسر مباراة ينقصك 28 30 فيبعص ام الريدنج يعني خسارة واحدة تبعص لك فوزين. شفت بوست بانستغرام بزر كي فايز 420 جيم بدون ما يخسر. عزوز تعرف سيث الولف حقه دارك سوز 1؟ ايوه شوف هذا هو هنا اتوقع البوس فايت. اوه طيب ايش اسمه ذا؟ ما تسوي له ريسكي او شيء زي كذا تحت المكان؟ والله ما ادري بذبحه. جيك سكرت كاتسين صدق قبل ما اروح ثواني خليني ابحث كيف انقذه لو بنقذه. ترى سهل مره تلقى مكان كذا مليان هيمانتي. كذا بعد ما تسوي ريسكيو عرفت كذا تجي تواجهه هنا بالبوس فايت هنا بالمكان كذا يجيك ريجريت بعد ما تقتله. تدري اصلا ارثوري يستخدم الاوف هاند حقته يا عمي شغله. هلا شغلت ايش؟ لا وين تنزل مكان بس ايوه وتلقى ذيك البس الصغيره وتلقى فيه زي الجدار مخفي عرفت تضرب ذا الجدار وتلقى سيف كذا عليه شيلد حق ارثوريوس تروح عنده وخلاص بس كيس سكورس كنت. ولو السؤال هو فين ذا المكان عرفت؟ كي مكان فيه مليان هيومانتي. خليني اشوف سؤال. اخ حرام
آخ بس What the fuck God dang شيخ قسم اللعبة عن أمها عن أبوها يا شيخ استغفر الله العظيم يا عمي والله شغل عزوز لازم رينجز وما ليش مو الحين يعني بعدين رينجز ايش يا ابني يا اخوي رينجز انت تقول منطقة المنطقة مو بهنا يا عزوز كيف تفهم منطقة يا بعدين أخي تجيها في باللعبة منطقة عزوز ايه قريتها هيومانيتيز في بارير يو سيف سيف مو بهنا ومو الحين لازم بند انت تجيبه من دوك اركايفز بعيدة مرة برجع له بعدين كيفك عزوز لك 5 ريال اذا طلعت الحين وين اروح اذا كانت خلال 10 دقائق اقدر اسوي اللي سويت يلا ايش ما سمعت ورني الطريقه يلا اوك ما لعبت اللعبه وش دراني انا ما اعرف فيها ولا شيء طيب هي مو بهنا بس المقطع عرفت انا قاعد اقول لك المنطقه مو بهنا انا توي قاعد ادور بروح لها قدام مو الحين لازم تذبح بوسز نيتو وخربيط ليتها سهلة الخناث ذول بسس بدني قذرات وصخات قويات لايك ريل لايف بوسي معنا صراحة مرة مغري اني اذبحه بس بس انك زلاب عشان البون فاير اللي هناك لا انت زلابة ثواني اخ نادر اوه نادر على بالي والله واحد ثاني من سيرفر ثاني متى دخلت انت اصلا ما سمعتك ثواني دخلت ما طلع صوت اصلا سمعت صوت والله انا خرجت اخبار خير شو اخبارك انت والله الحمد لله وش داخل من جوالك انت ايش دراك الصوت ما ادري سماعه لا صوت الجوال كيف الفاميلي كل يوم اقول ابي ابدا توني اصحى ماني بقدر ابدا والله ما يحتاج تبدا الا قبل بثلاث ايام يعني عادي اجازه الفاميلي تاك ايزي يا رجال جبت اي وانا انت الترم كله اجازه Is it not so that thou fared well, but comest thee not for the grave of my advice true? The legend of Artorias art none but a fabrication. Yeah, pass in the dark. Have thine own respect. What is your decision? دخليني هلا. Well, indeed, I come. يا شيخ. But this is thine stubborn choice alone. I, if thine mind should be altered, forsooth speak to me. Damn. Okay, mean هذا. Fuck. شبي ده. إيه مسوي PVP على راسي. خول. كان. هلا كيف المقطع رسلتك اياه؟ ثواني خلني اذبح الكريه ده هيه ليش تجيب خويك يا زبالة؟ هذا مو بي في بي بويا بيتش سي جود باي تعال انت سوي هيل قدامي يلعن ابو البجاحه اكثر شيء اكره في هذا دارك سولز اللي الام بي سي ذولي اقوياء يجون دمجهم بعدين يروحون هيل نفسهم ويلا تقعد دمج مره ثانيه وهي نفسه ودمج مره ثانيه
مين في حد دق علي؟ الله بس بسحب عليه قدر دوك سولز. يا يلعن بجاحتك قدامي سوي الهيل. تلف قدامي حرفيا بين تو اتاكس كيف فتح. يلا كان يقول لي يا سبك. شوف شوف المقطع اضرب خطيز شوي شوي. جود لك. هي ليش جود لك؟ ما اتذكر في بوسن ولا في ام بي سي ثاني. شت الشادوز الكريهين ذول. اوف الساعة 10 فاضي لك. انا اسوي لك دوج. خذ لك نار يا اخوان. ذي اللعبة الغبية كنت اضحك بواو وصارت ذي العلم منه. اركايا نصاب تقول لي 30 جيجا 90 طلعت. ايوه نادر دخل وطلع بدون ما اسمع صوته. وات ذا فك. اي حتى ابدا ما سمعت صوت. ما سمعت صوت ابدا. اي انا اقول له وات ذا فك. طب اوكي انا بدور بون فاير وانتم الحقوني. منطقة الشجرة الوسخة ذي ذكرت هذه المنطقة. واع اذكر ما هي تاخذ الخاتم اللي يسوي الدوج باك فليب كيف كيف. تلقى كذا الخاتم على الحاف. اوكي ما حد بيموت الحين. عطني الخاتم. تخيل تنجد من شجر. هومورد بون هومورد بون استخدمته. طيب انا يا رجال ماني براجع. 50,000 بس. 50,000 بس يا رجال حرفيا اطلعها ب 2 ام بي سيز. ابغى اروح وين؟ بلايت تاون. شيء ابغى حرفيا ابغى اي بون فاير ثاني. هذه خمسه تعطي بس ضعيفه. اي ولا ام عاد كل بون فاير يختلف. اي بس كم بس كم بون فاير ترى اللي يعطيك 10. انت لازم تسوي له كندل ما ادري ايش. شفت كيف ام العشن. اقول لك ترى دارك سولز 3 اسهل. انا شفت واحد يقول دارك سولز 3 صعبه بلعنه. والله اني عايش بنعم. انا انت عاد معرق. مو بس معرق مدندش بعد. شكلي شكلي بالنيو جيم بلس الجاي شيخ انا ابوك تسوي نيو جيم بلس. بسوي ايه بسوي ذا بلد سترينث وفيث لاني قاعد العب سلاح حق دراج سلاير عرفت؟ والله صراحة المشكلة يا اخي ما اشوفها حلوة صراحة البلد مو يعني كويسة ولا لا. احسها عادية جدا بلد الانتليجنس والفيث دارك سولز. ايزي جيم ترى يعني بس حبيت اقول لك يعني تشيتنج. لا انا بسويها عشان بس السلاح حق دراج سلاير عرفت؟ ايه عشان الهيفي اتاك حقه. او شيت بيسمنت كي هذا لانك منوب. وش؟ انك منوب. تذخر خلش انت ما ادري بس منوب. او شيت هذا هو البيسمنت. هذا الشورت كات هنا اتوقع.
شورت كات على مرتك؟ ها؟ ها؟ شنو تبي انت؟ يا ربي بعصوك قاط بلج. خلنا بس اروح البونفاير اللي هنا اخذ منها 10 استس ان شاء الله تعطيني 10 استس. الله 10 استس كبير والله. هذه غادرة الصراحة وش انا البونفاير ما اعتمد عليها اني اعطيني الفل استس. هو طيب الفل استس 10 بس هذيك لازم تسوي لها كندل. لا يا ابني انا قصدي دارك سول 3. لا اذا لقيت الشارد خاص جمع قد ما تقدر لان 15 الماكسيمم مو تجيك بون فاير تعطيك 5 1 2 مدري وش وش ايش هذا ايش هذا الشغل مصاري ذا لعبه رجال بس دارك سول وني حبيبي اركب اركب عليه نو هيومانيتي فك يو بسوي هيومانيتي القمر يا غب ثاني مره تسويها كانت تكسفر سيك يا الله كل شوي انسى السيكرت رايت فاكن السيكرت رايت لازم اجيبه ذي المره يا اخي ودي العب بلاد بورن يا اخي العب ما عندي سوني عندك حلول ليش ما عندك سوني؟ بعت ام ها سوني بس فور اما ايه ايه يا رجال بايع ام سنة يا الهي يا ريا وسكين انت بعد عني والله تحياتي الله انا زرفته من ريان بعد ما شرى هو بلايستيشن 5 ناوي العب بلاد بورن ولا شيء جاك الكلب يا رب تطلع ادن رينج كويسه هي لعبتهم الجايه ايه عاد يقول مايزاكي و شو اسمه ذاك اتوقع كاتب حق جيم ثرونز اي جون مارتن شيء زي كذا شيء والله ما ادري جورج ار ار مارتن ايه تخيل هو مايزاكي قاعد يكتبون القصه حق اللعبه عاد ان شاء الله يفلحون بعد لا 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 ايش قاعد يسوي ذا؟ يا كلب ايش القرد ذا؟ في بوس هنا كان بوس وسخ بعد كذا تلعب اماكن ضيقه ناصر الزباق قاعد يلعب فيفا الله على الامبوش النصر ذا يحسب انه محنا قطينه ركب علي مره ثانيه تساله بكره فينك والله شباب نايم هو قاعد فيفا انت صالح ايش دخل صالح عنده بي سي اي صح والله شباب نمت بالغلط ويلي يا ويلي انا ملاحظ ان الكلاب هنا مليانين هنا منطقة ذي زبالة لا شكلك قصدك اللعبة كلها زبالة لا 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 منطقة لا هي مناطقها زبالة صراحة دارك سولز 1 مناطقها مو بس زبالة كثير اتوقع هنا في بونفاير تحت يا رب ان شاء الله هذا الخنيث بعد مع اخويا 20 يا اخي ايش انا كيت قلت تضرب بي يرفس اي لا لا لو جيت تبغاه يرفس يضرب بي ويري اوف ديسبير شكرا القم القم مو كل شيء عندك تفتح من الجثة القم القم
خنيت فوق يا اللحمي. تعال عندك سيس فوق الحين. هذه لاير، ايش قصدهم بلاير؟ ما ادري عنهم اغبياء. هنا اذكر في هذا، هذا ابعصه. اوه يا اخي احيانا كذا يبغتون ذولي كذا، احسبهم انمي عرفت؟ فكذا تلقاني جالد امه، بعدين استوعب انه ان بي سي. زي ذاك الدجاجه اللي بال اشس اوف ريندل، ايه جوبه البيت، شفته كذا جيتهم بالبطيء واعطي ارض. هذا وين؟ الدجاج عرفته؟ لا اي واحد بيسي اللي فاشل في ريندل. دجاجه؟ طيب تكلمه. ما اتذكره هو، دقيقه لازم اشوف دجاجه. ايوه كذا منتف. اشز اهو ايش تشيكن قاعد اشوف الدجاج. اوه الدجاج الميت كذا المحدب كذا احد ابن الطفل. ايوه تلقى واحد جوك يا بيت من ذي غرفه عرفت؟ اي المسكين كذا بس انك تكلمه. ايوه انا كذا اول ما دخلت المكان سطرت امه برضه. انا سطرته ذبحته انا. لا تدري انه بعد ما قتلت فريدي اعطاني تايتنات سفر. رجعت كذا كلمته بالصدفة لأنه المكان ذاك اللي حوله ما رحت له عرفت، سويت السكيب. اوكي اخذت لقطت الأماكن يعني الأشياء اللي نسيت أخذها، قلت خلنا نروح أشيك كذا مرة واحدة عنده أكلمه واللي يعطيني تيتينات السلاب. او شيت لقيت شورت كات. هذا فيرلينج شراين بس ذكر ذاك انا ذبحته على طول. لا والله اضطرت كبرته وبعدين استوعبت انه ام بي سي. انا ما ادري اتوقع ان كنت عارف انه ام بي سي بس ذبحته ما ادري ليه. من الخنيف كان الحين عندك تيتن سلاب يا رجال. الله 20 شوف استس. الحين يا اخي انا بعرف قال ليش يساعدك باش في ريندل بس يصير بوس برينج سيتي. هو كذا يصير له شيء. ايش هذا من الذهبي ذا؟ اوه ذا اتوقع انه ذبحت يعطيك شيء بس ما متاكد. رينفورس بيتش. اوه يا سون اي ام نايت لوتريك وير بوث اندد. اذكر غير ذبحت يعطيك شيء بس ما ادري شو هذا. هذا اتذكر تضارب معاه. والله بس شوف ورثة الايتم حقه ولا لا قبل ما تقتله. خلنا نشوف لا لو سر انه بكرم لو ترك شيء كذا. اتوقع يدك خاتم او شيء كذا والله ما ادري ما اذكر. اوكي لا خليه بعدين بتقابله في اورلاندو. الايتم حقه عادي مره. رينج اوف فيفر ايش كان يسوي رينج اوف فيفر اصلا؟ الذهبي رينج اوف فيفر. ايوه ما ادري انا يمكن ملخبط بينه وبين 3 دارك سولز 3. اتوقع انه يعطيك بوس الستامينا والفيجر والوكيبلود. خلنا نشوف. اتوقع ما انا متاكد بس اتوقع بوست اتش بي ستامينا ان اكويب لود باي 20%. ايوه بيرمننت بريكس. والله انه اسطوره. لا خاتم ترى مره جامد. خاتم مره جامد بيرمننت بريكس.
اذا شلته مع نفسهم ما يستاهل. ابغى البي بي بس اهم شيء كيف ينكسر؟ ينكسر لما تشيله. يا ايه يا هو شو امك يا اللعبه صعبه. اقول لك دارت ازور الوسخه فيها فيها وساخه زايده تعرف مره. هذا في قديمه مره تشوف انت. وين ذا اللي يطلع هنا؟ عليكم السلام. السلام السلام. وين وصل؟ والله قعدت اروح واجي. حمق صوتك واطي. هذا يبغى يعلي. الله كذا زين. طيب خلنا علي انا شوف كل سلام عليك. ايه كويس. السلام السلام عليكم. وعليكم السلام. الياف بيتك انا ايه ايه 100 ميجا من 150. ليه البث خايف؟ لا شوف فيديوز حطيت بث يوتيوب. من يا ذا زباله من يا ديسكورد. Hello there. I am Petrus of Thurland. If not, I prefer. والله انا يوم هذا الغبي البول كت. Hello there. I realize but I also hear no. Oh. So what if would that? تعطيك؟ What is your decision? That is a shame. Speak to. اعطاني كوبر كوين ما ادري ايش المصعد الكريه. اوكي ننزل هنا. قفطه ماني شايف السلسله زين يا اخوي. شو شو واحد ثاني واحد ثاني نشوف السلسله. لا عادي بعد. كيف اني اخي بلور اعلمك حبيبي. اوف واحد ثاني عشان المكان ذا مليان مقبره. اذكر في سيفنا قوي كبداية. ايش تقول مالك؟ قلت شوي ما قد لعب دارك سولز 3 بس. افا لسه ما خلصها. افا هذا السيف اقول عنه زويلاند بس الترا اجريسيف كارهين ذول. بعد انا ابغى بس الايتم. ابعد عني. شكلك موت هنا كثير زمان. اي اقول لك اول بلاي ثرو حبيبي. ها اغبي علقوا مع بعض. بليز ليف مي الون. هلا؟ وشو؟ لعنهم. روح جيب الرايت اوف كندل. وين اللايت اوف كندل؟ رايت وكنزل تحت عند ذاك وهو تماثيل. تماثيل؟ وين؟ اي تعرف الزعيم اللي في الكاتاكومز. اه اي ذاك رايت اوف شو اسمه؟ اي ذاك بعدين مو الحين. ولا من هنا انزل له. اي من الحين. اوه نسيت الدخله. وين هالدخله بس؟ تجيب سيد سيد اذبحها اذبحها. بيلعنوني بيلعنوني. والله بعصو. ايه اهم شيء انه قريب صراحة. مبعوص الامم من تحت. ها؟ مبعوص؟ فهمت مبعوص الامم مبعوص. كلنا مبعوصين بهالدنيا. والله تصدق فكرة ادخل على نيتو الحين ما دام رايت الكندل من قريب. ابغاه صراحة
ال قبل نيتو قبله الويل ذاك كاتاكومز المعفن مو بنيتو ايوه نيتو عم نيتو معدك والله نيتو ما كان صعب اذكر ذبحته بسرعة بس بعد ما قعدت اقرا العب بذي الاسلحة الاستهبالية دي انت ما ادري انت تبغاني بيربسلي اضعف نفسي عشان اصعب إيه؟ على نفسي مرة تاخذ ذاك السيف بالساشة معفن لا اول سيف تبقى فيه تعرف البروكن ذاك لا عاد كذك اي ما ادري عن كذا الدخل كانت هنا على الحفة صح شيء كيف حفة تجي اي امشي 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 بس خلينا ناخذ سيدة وين هنا؟ ايه يمين 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 ايوه سيدة لا مو بنا هذا يمين ايوه سيدة امشي امشي يسار بس كمل 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 بيجونك اعداء اسحب عليهم في طيحة انتبه خلك يمين في طيحة قدام خلك يمين الجماجم من اخر هي انزل توم اوف جاينتس رايح انا ولا ايش توم اوف جاينتس بعد يسار 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 ثواني خلينا نشوف اذا في شيء يستاهل ما في ما في بس خليك يسار ها ادخل ما في بون فاير هنا الا الا ادخل في آدم يذبح يمين هذا النكرومانس الحين نذبح الهياكل حتى اللي فوق تموت الحين إذا ذبحته مرة خلاص ما عاد يتعيش قبل ذا كان يعيشهم كل شوي بس اللي فوق كمان نفس الشيء اي نفس الشيء اللي بالمقبرة لا اللي بالمقبرة ما كان يعيشهم أصلا تذبحها مرة واحدة خلاص ها أما بالمقبرة ما يعيشون إيه لا دقيق هذه تعطي 20 بعد ولا أنا لا ما استخدمت لا 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 ابعد عني شوي نكرومانسر وسخ تعال يا نكرومانسر نكرومانسر بدأت تصدق شكي بطلع كل ساعتين تصدق صحي بدري محمر ها يلا عطى تيجنوسيس عطى تريتنت يلا سترين كلاستر ريدي سترين يلا سليب بوم عندك حلول فيرست رايد الظاهر ذا كلاستر ريدي شي بسيط تبيني فين كوفي وايش؟ وكوفي كوفي ذكرتني يا اخي الجراح ذا شو اسمه هو احنا البابطين لا مو بابطين دخلنا عنده البي دي تي يقول دواء دواء كلنا نستخدمه الصبح مع قهوة
واضح انه مره عايشين في قوقعه. ما ادري قلت وش قلت يعني ما في الا قهوه وش السالفه. قلت يمكن ايش ادويه ترى فيه ما ادري ليش ما ادري لاحظها. اعرف كذا مجموعه الناس كبره مره هارد كور عرقين كذا ودرج ابيوس وحالتهم حاله. اعرف واحد ياخذ ما ادري كم 4 أو 5 اسبريسو شوت كل يوم حرفيا كل كم ساعه يشرب. يقول له ما ادري كم 13 من 14 سنه ما ينام الا 3-4 ساعات. بس انا ذا صدمني يعني كذا قاعد اقول في نفسي ها اي انا قاعد اقول وش يقول ذا ما ادري وش يا اقرا ما ادري ما اعرف معتوه والله قاعد يقرقع. نسيت هذي اي اشوى وش يشرب ها هو؟ وش يشرب هو ايش كان يقول ايبو بروفين ايش اسمه هو ايش اسمه بنادول هو قال بنادول شيء لا ما بنادول باراسيتامول هو باراسيتامول كي قال بنادول شيء الصبح كذا مع القهوه مع القهوه كلنا لا لا, لا يقصد انسد هو ايبو بروفين كان ايه. اوكي الزبده يعني ما قال ايبو بروفين قال في واحده ثانيه بس لا جاب طالع ايبو بروفين الزبده انه ادويه يعني كذا اسيت منه فين ولا انسيدز. قلت وش كلنا ناخذها كل يوم الصبح مع القهوه وش السالفه حرفيا يعني وات ذا فك المدمن ذا جراح على اصوله ادمان ادويه. هو ايش كان اسمه فهد ايش ولا ايش سلطان حبقان سلطان الهبدان يمدح مره واحد من الشباب هو كويس بس الحباب ذا يقول عندنا في سيرجريز يروح هو اللي احد سي ار 1 هو داخل مره يقول يعطي يقول غيرنا يعطينا يخلينا نزين يقول يعطينا يخلينا نزين اشياء عفى عليها الزمن زي يقول جربها من الحين تكنيكس يقول تكنيكس ما حد يستخدمها وكانوا يستخدمونها من زمان ووقفوا استخدامها بس يقول قاعد يعلمنا عليها يقول زينوا هذه على اساس يصير عندك يعني العلم سوبرفايزد اكسرسايز لانها بتيجي بعد 14 سنه ام بتيجي بعد 5-6 سنين 10 سنين تصير تخرج تصير ما جربت هذا الاشياء وما في احد عنده خبره لان على وقت الدكتور كانوا يزينون اي لا بالعكس انا شو اسمه سمعت عنه كلام كويس هو والثاني شو اسمه الكوردينيتر حقنا المشكله الوحيده مره بالجراحين هم سبيريورتي كومبلكس بس ليش سبيريورتي كومبلكس لا غيره ممتازين مره اغلب الدكاترة نادر ما تلقى دكتور شيء بس لا هذا عنده 18 استس جزء كبير منها الالعاب القديمه ما في حد ديمن سولز بديك تمشي ب 99 وخمس انواع علاجات بديك تسوي جرايند العلاجات تجي معاها خلاص ايه فالفكره منها هم حاطين على اساس انه هل بتقدر يصير عندك فرصه تستخدمه ولا لا اللي هو ايش مره ثانيه بالضبط ديمن سولز مثلا إيه؟ تقدر تشيل علاجات على كيف ايه تشيل 500 علاج عادي حلو بس الفكره انه مو بسامحين لك تستخدمها يصير في اعداء يذبحون الدوامات اذبح وراك الهروب الكبير هون يجون وراك يعطونك الخزوق الكبير هو شوف نجرب لا بدع قلت الله اكبر كنت يعني سالوذ بها لولا اني طحت ذي الطيحه الصغيره حتى لو كنت في شارب شوي استسمط يعني ما مت من الطيحه اصير بردقان
حط الدرع ودرعم. لا 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 يا اخي اكثر شيء منرفزني حط مود انا يقول لي ثانكس اوباما لما اموت بس ما نحط. شفت ضعيف مره انك بتشوفه كثير ما يتزول لف. انت لعبة بس تركض ركض عاد يعني الناس ستايلز من اخوك. ايه فيه سكسسفل ستايل في معرق اسمه مالك في ركان مرتاح. انا زينها مره واحده ترى خلاص ما بفقد المعرق. ايوه شفت تنفس تنفس يمشي شوي شوي ما اقدر او كل العدو يجي في وجهك ينزحف ما اقدر لازم كذا درع ما ايش البوس ده انتو سيف وكذا بوك عندك روتيشن انت ذا الاسبوع غير حق يوم الاحد ولا شيء خلاص او ار قصدي يعني. الخميس صح ايه لا الاسبوع الجاي عندك او ار طلع لا الاسبوع الجاي عندنا شو اسمه الا عندنا ثراسك او ار ولا انت ما انت معي الا اي فور ما انا معك ما انت معي انا اي فايف انت مع سريحي اجل دقيقه ايه جروب يمين انا انت اي فور انت مع مطلق و خلنا نشوف منيع ظاهر روتيشن عمر فيصل جريسي عبد الله منيع مطلق عندنا الاسبوع الجاي يعني هنا معطينا روتيشنين واحده هلا حد واحده ثلاثة ولا حد ما حطوا اسمنا فما عندنا الا ثلاثة بس والثلاثة وش ثراس كبار اوكي انا ثراس كبار الاسبوع الجاي ما اعرف احد ثراسك يعني اسم دكتور ابدا فودي اشوف مستعجل يا ابوي كنك جون هذا هذا الدكتور لف لف كذا اعطى مدى يعني ما شفته في حياتي ابو يعني فشيله من النيكرومانسر حقهم جان النيكرومانسر حقه يوتيوب ايه بس ايش في الله هنا كان في قمزة ها
ايه في قاعد نشوف حق يوتيوب. اذبح بس الناس وتقدر تشوفهم، صعب تضبطها، تقدر تسحب عليها جيا بعدين وبس. طل شوف ذاك الحصى، مو بذا شوفه تحته في جثة. شوف عندك. اوكي يعني قمزة ولا طيحة زينة؟ لا تقدر تدحرج زين على ذيك الحصات تضبطها الجهة اليسرى. كانت محاولة جيدة. ما كان يحتاج ترى. وش ما كان يحتاج؟ ما يحتاج من سنسر. تلقى بلاكس ما يحتاج. بس في بونفاير يعني؟ اي ايه ابو بونفاير. او لا الريماستر حطوا بونفاير هذي ما فيه. وش الدلع ذا؟ دلعوهم بالريماستر. ايه ليش؟ ليش تحبوها؟ يعني لا تؤيد؟ لا تعجبني. فرض اللعبة ما فيها الا ثلاث بونفايرات بس. خذ لك. ايه تدري وش الثلاثة؟ وش؟ بونفاير الأولى فاير لينك اللي تعطيك الاسس وما ادري وش هو. بونفاير الثانية فاير لينك، والبونفاير الثالثة اللي الفيرست فاير حقت كلوب. بس حبيبي عليك. و شو اسمه؟ الاخوان ذولاك والله هذولاك احنا تجون لهم حالهم. من هم؟ شو اسمه؟ سموك و شو اسمه؟ ارسل. ايه ها انت وينت وينت؟ What the fuck is this place؟ اذبح صراح يمين. ايوه يسار يسار يسار. لا ايوه انتبه من الماء. ارفع دراعك ارفع دراعك. بعد عني يا كرهي لك. ايش تبي؟ هذا بيقلبها علي. ها لا 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 ما اظن ما ادري ما ادري. ورا 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 ورا. وش ورا؟ ورا يا يا نورمي. ماشي طيبتها هون. اوكي لازم تحفظ كل لوجنري وول باللعبه. ليش احفظ عندي واحد يحافظه؟ ويلي لا 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 مروق اجل. ها اقول لك هو اللي قاعد يقلب صح؟ لا ما قلبه انت زلابة. من هو قاعد عند القرب اوصر هين قلبت. ايه لا جا ممكن يكون ممكن. والله يبغى له ذبح صراحة. بالعادة جيه انا مع الجهة الثانية كمان بذبح صراحة. ما احس ان بي سي مهم يعطيك الاقل. اخر عنها. هو لا دفها انت اسحبه. هو كان دافها ترى فقاعد يغيرها الحيوان. اي داري داري شكرا. اذكر الله اذكر الله. شكرا شكرا زين زين شكرا. ايوه وش نفس درعي والله الشوتة ما جيب خير بي ذا. الا لا شوتة شوتين خلاص خلنا اجي وراه بس وراء الوان كيف
والله ضربته قوية. آه شو وراه؟ انتو شتى جيت دير مرة بروح له وشوت. يا اخي قد انت ابراهيم موجود؟ ابي تروح انت معرض 7 كار لاونج؟ ايه اروح احلم باحلامي واطلع. ايه تعرف انت المعرض مالك؟ شوف الحيوان هذا هو. ثواني خليني اذبح بس ذا. ترى جاب سبيد تيلر كان. العب. يب. والله ذبح. ثواني خليني اذبح ذا. ما رحت لي فتره صراحه يبغى يروح. تعرف انت مالك المعرض تقول لي؟ لا معرض على شو اسمه الامير تركي حق حرفيا واحد ملياردير امير ما ادري شيء فاتح معرض يحط فيه السيارات حقته كولكشن ويبيعها حرفيا يشتري سيارات قد حطوا بوغاتي ويحطون عليها البرايس تاج تشتريها كان محطوط كم 17 مليون عليها صح الشيرون ايه الشيرون تخيل كم محطوطة على المعرض تقدر تشوفها تتفرج عليها بس ب 17 مليون لو تشتريها كذا بس تروح تتفرج لا هو حلو معرض يعني حرفيا تروح تتمشى فيه حلو مره اكتب 7 كار لاونج تقدر تشوف سيارات اونلاين شكلها مره حلو يا اخي جابوا السبيد تيل يا اخي خرافيه خرافيه من جوا يا اخي تذكرك بالاف 1 ايه هي كان اسمها الاف 1 حق المكلارن افوني يا اخي رهيب يا اخي لو عطوك 17 مليون تشتريها لا لو عندي ملياردير اوكي بس حتى 17 مليون هذا بعد سعرها ما صار له انفليشن كان سعرها اصلا 2 مليون دولار اتوقع جديده هي ب 2 مليون دولار لا مليون ونص شيء زي كذا هو رافعين سعرها عشانها نادره حرفيا 17 مليون لانه ايش يسوون لك مثلا 200 سياره بس مش لديشن ايه والسياره يعني اصلا لو جيت تطلبها انت عندك فلوسها تلاقي الويت تايم شوف هو الحيوان ذا كان يقلبها يا ايه زباله هو ييرز حرفيا من جد ايه واصلا الحجز هم يدقون عليك تقول تبى سياره طبعا هذول المطنيخ يعني العملاء قبل ما تنزل شوف السياره بتنزل تبغاها ولا لا قبل ما تنزل شكلها حجز لك ايه حركات فراري ان شاء الله ما نغير الكوكو الا 2005 انا الهمر شكله بيتكي معي للفلوشيب تعرف تعرفون ماني كوشبن الايراني ايه شفت الشيران حقته اي خراب الهرمي اي اخ تخيل من القوه يشتري سياره سعرها 12 مليون ريال خلاص سيارة جديدة بعدين يوديها المعرض هرميز يسوون لها ريموديل تخيل من اي من قوة فلوسه لا صراحة بس خراط يقول لك سكسس ستوري وكنت ما ادري ايش والله باين انه يعني ايش تبي يقول لك يا اقول لك ورفت كل فلوسي وما تصدع تبغى تطلع مني يعني مرة فاكين فيك زي حركات سولمن درن يا ابراهيم ايه انا بالبزنس وبالاسهم وانا موفي ميكر وخربيط تشوف الاي ام دي بي اللي عنده في ترى ترى اعلن ترى سلمندرن قال ان عنده هو بزنس سويد حتى بزنس سويد ثواني خلينا نذبح ذول نتفاهم ثواني بس ابغى اكيد انا احس بذا المكان صراحه اي هذا انت يا حيوان ايه ايش كنت بقول الويد هذا بعد يا ابراهيم حرفيا هو له كم 10 سنين يشتري سيارات حرفيا إيه هو بس هو ترى ولد مو يمكن اقول لك ولد احد كبير إيه لا هو مو ولد احد معروف انه هو ولد واحد تاجر مخدرات اتوقع او شيء انا هذا بقول لك اياه هم في البزنس هذا من زمان يعني عرفت كيف إيه مو الحين بس هو تو يعلن انه هو جزء منه يعني
بس هو اقول لك بزنس مخدرات بساوث امريكا مو في امريكا. دراج دراج يعني دراج دراج ابوه ابوه تاجر مخدرات هذا اللي سمعته انا. بس ايش هو زي ناقل هناك مخلي اولاده في امريكا ويعني كذا فهم. ميركل ترانكل ووك اوف بيس يا عمي اصلا باع سياراته كلها الحين بعد من حركه السنه حقته. ليه انحرقت السنه حقته؟ لا بس ليش باع سياره ثانيه؟ خايف صار يخاف من السوبر كارز. ها والله شكله فلوسه و... بانكربت. اقول لك في بعد يا حبيبي ما صار مشاكل هو خويه وش اسمه ذاك فرخان بدي فردان بدي وبدي بعد فارشات وبدي يا اخي صارت قناته زباله مره زباله. انا كنت اتفرج على قناته الامانه عشان بس هو شل فارشات الايراني اي وبدي رهيبين يا اخي بدي خاصه ايه بدي وين راح بدي فجاه اختفى ما ادري. وتعرف ايش المشاكل صارت بينه وبين فارشات؟ ما اتذكر صراحه. لا ليه ترى جاء السعوديه اسمه ذا سلمان ايه عجيب. ليه جاء في موسم الرياض حضر الاوكشن الاوكشن حق سمكر لونج. اصبر اذبح لي وراك ثاني فكن اذبح لي وراك والله ذبحني. يلا طق اوكي عندك حلول عندك حلول اصبر ايه شفت الحصات؟ لا لف يمين يمين شوي يمين 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 ايوه اصبر لا يسار على طرف الحصات اليسار قاعد اشرب بالماوس طال عمري ايوه يمين شوي كذا بس نتعه سيدا امشي دحرج والله عاد مشيت بس ما في مشكله يلا الحين اصبر يلا خلاص ما في مشكله عالج لان الطيحه تاكل طاقه اصبر ناسي مع ظاهر مع يمين زين بس فيها مشي بس تقدر تسيب بلانجة ثاكي كذا كان فيها على طاري السيارات يا ركان ايه يعني انت مهتم بالشيء هذا يعني ثواني وش ال وش المكان ذا ما تعرف ذا المحل هذا اللي نقولك ثواني بس ابراهيم داري بس عادي خذ راحتك بوس ايش هذا شوف هيكل عظمي ليش انا بس مين ذا؟ ما اتذكره ابدا. اتذكر اني جيت من مكان كذا ضيق. ها! ايه ارجع ادخل بالفتحه ذي والتفت ورا. بالفتحه ادخل. على اساس تضوق المحل. ما تبي تدخل. ايه ادخل بالفتحه ثم التفت ورا. يلا. تعال التفت ورا التفت ورا. حط الدرع. يلا. ايه اوكي التشكيله في هنا في قبر تنام فيه شيء صح؟ لا ذاك فوق حفظ البريال وبارش اللي ناقص دارك سولز هاردن هارد مود مو بعجبك هذا المود انه مو بهارد انف ليه صعبه انت تدز بس هو يعني هي صدق دزه بس يعني لو تريث حقت شوي تقدر تذبحهم كلهم من دون ما تنطق رفع انا عاوز بونفاير الله حلو يا شيخ مبزر ذا مبزر طق 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 يا اخي جيب ابو ميان قلت يركض يا عم الفكهك يا شيخ
وين الكينج حقكم بس؟ طق طق طق. ايه وراح راح اصبر اصبر. او يلا تعال. انت بيتأخر عن الى ما يداور ثم تطقه وهو قاعد يلف. في كم واحد زيادة طبعا. تقدر تدز طرق انت مثلا قاعد. لا انا ليش؟ ايه لا لا تسوي لقن تدز تدز بيلحقونك سوا شوي. في واحد بيلحق خلا شيء. يا امشي طقي طقي عالج عالج بسرعة بسرعة صح مع الباب. يلا يلا نط. ابو كم راس ذا؟ وش التكتيك حقه ذا كان؟ مات. امشي طق بس. ها؟ طق بس. امشي طق بس ما في معنى تكتيك ولا شيء. يا قبعك. هلا هلا انتبه تمام. طق الثانيين عشان يهدون. هلا هلا ما في علاج. ما عندك سول؟ ما عندي سول؟ تستخدمه كيف ما ايش قصدك معي؟ بس ابغاها ولا زادت 17 صار عندي انترستنج. هي كثير من الاعداء تذبحهم يعطيك مانت. كم عندي الحين 10؟ سلك سبيد رن بذاك المكان. والله ايزي صح ايزي مره. دقيقه اجل ما دام هذا بنويل ايش اللي ما كان في بوس كبير كفره كذا واه. دقيقه مو مكملين المكان. ايه مو منا يمين يمين يمديك هذا الطريق الصح. ايش عالج؟ ايه ادخل ذا الفتحة اذبح اذبح ذا الاعداء. في نزلة يمديك تنزل معها تطب ورا ورا. خلينا هنا خلاص ولا؟ يعني هنا ايه خلاص في ام بي سي في نهاية الطريق راح اسلم عليه. ايوه هلا والله شايفه من هنا كريم. ام بي سي ام بي سي هذا ام بي سي ايه بسيء بسيء. حيا الله الذيب صب قهوة. بروح نذيلك. Thank you.
بنت بنت يا شيخ. انا اخر كم ضربة تفلسفت. ثانكس اوباما. ثانكس اوباما. والله يا اخي ابغى يشتغل. لو قفلت اللعبة المرة الجاية بشوف له حل. ابغاها مرة. ثانكس اوباما. شفت الترانس جندر؟ لا حق الهيلث بوليسي مدري. هو هيلث منستر ولا هيلث اسيستنت؟ ها؟ مدري. بايدن مسوي الاسيستنت حقه حق الهيلث مدري هيلث سكرتري ترانس جندر بيدياتريشن عمره 50 مدري. الله يحفظه. بشكله شكل رجال يعني حتى مو قبيح يعني انت بتصير ترانس جندر خلك حلو يعني. يبي بلو جاب مثل كلينتون. ايش؟ اقول يبي بلو جاب مثل كلينتون. What the fuck؟ لا تعرف كلينتون رئيس امريكا. اعرف انه سوى افير. ايه. هلا والله. هلا والله يا الذيب. وش ذا؟ نزل بالتلفزيون I did not have an extramarital affair. ايه عليه عيني. زوجتي زوجتي معي دانكن سنس اهوش لك. انا قاعد اكتشف مناطق كل شوي صراحة. كلينتون هو متى كان رئيس؟ 99 متى كان؟ ثمانينات مو تسعينات؟ كانت هنا بلا لا ظهر التسعينات ايه التسعينات ثمانينات بوش الابو ايه اقول لك التسعينات اذكر قبل لانه قبل شو اسمه قبل بوش قبل الابن قبل يعني. بوش قبل الابن وبعد الاب ايه اخذ بريك من عيلة بوش شوي ريلاكس ده انت بتلعب عليا انا رجعت هنا يو وين كانت الدخله وات ذا فك المنطقه دي تحوس والله مو منا اجل ترجع اجل اصبر يمديك تمشي منه الله اللي تحت النزلة هذه غرفة ولا لا اي لا لا اي خلاص ارجع ارجع فوق لا يسار هنا لو اقدر نط يعني صعب قوي السهل الممتنع ورا ولا لا ورا اي منا شوف وقف 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 ارجع في واحد عدو وراك انت فاهم بس شوف الطيحه اللي شوف ما شوف ورا ايوه شوف الطيحه اللي هنا هذا اليمين ايه هذه ايه انت بتنزل مع هنا صح يسار انت بتجي مع السيب اللي شوف يسار لا مو هنا وقف انت بتجي مع لا شوف تجي خلك وقف الكاميرا ايوه شوف اليمين العشب اليمين تحت ايوه انت بتجي معه صح تنزل حلو شوف تحته ايوه تحت تلقى سول تحت يمين يمكنها ما راس بلا بس يقص انه وانت جاي منه شوف ايه شوف شوفها ايه تحت ايوه يمديك تنط من العشب اللي تاو لمها اوكي خل شوف بس خل معك فل هذا بس
ايوه طيح انت بعد بليز تعطي مكرة كيف قال لي انزل من هنا بس شوف هاي مين اطيح من هنا قصدك لا 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 وراك 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 يسار يسار تحت تحت شوفها هنا في بلاتفورم تحت اي هذا شفته اطيح من هنا اي بهذا العب طاقه يعطيك عذر تحبي في واحدة ثانية تحت ايه ايوه شوي شوي اوه ذاك الجولد ولا ايه تجيه من ناحية ثانية ورون البوس حقكم بس حرجت اركبك اركبك لا لا تدحرج دحرجة بطيئة مرة يلا يلا ذي المرة بنويل بيموت بعدها توم اوف جاينت صح؟ النيتو ايه بش اوبس ثواني الدبكن طق هذول رايت اوف كندلينج اخيرا هناك توم اوف جاينتس اوكي ماسك اوف ذا تشايلد دايم 60,000 على ذا اذكره توم اوف جاينتس ظلمه كي كيف تخوف توحش اوكي ذاتس ون واي اتوقع بكمل بكمل بكره يكمل مع طريق ثاني صعب مره توصل ايه اذكر هو لازم كذا ايه وانا اصلا بديت اطفي صراحة اخ بنسدح اخ انت شو بتعمل انت بتروح بعد